الشوط السابع عشر من أشواط هذه الفترة الصباحية. هذا الشوط خاص بفئات اللقاية البكار، ونتجه مباشرة لنتعرف على مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة الشوط. هنا ولع خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي، مرحبا بهذا الشعار، شعار الجزيرة، من فازت في صباح أمس النقلة والدور دور المركز الثاني. هنا المركز الثاني تصل المركز الثاني سنتعرف عليها. المركز الثالث، المركز الثالث هنا الوصول من برزة علي بن محمد بن علي العجمي على المركز الثالث، وننتقل من المركز الثالث إلى المركز الرابع. ومن تتقدم على رابع المراكز، وهنا الوصول والتقدم من قبل مبشرة تركي بن تويم آل حنيتم المري على المركز الرابع. إذن المركز الثاني اللي تتقدم في هذه اللحظات غية لغدير بن عذعيد بن حميد الراشدي، على المركز الثاني ضيفة من ضيفات البلاد، مرحبا بهذا الشعار وبمالكها غدير. إذن نواصل إلى المركز الثالث. المركز الأول ما زال شعار الحميدي، ما زال شعار الجزيرة على المركز الأول ولع. المركز الثاني غية لغدير بن حميد بن عذعيد الراشدي. المركز الثالث التقدم في ثالث المراكز في هذه اللحظات من برزة علي بن محمد بن علي العجمي على المركز الثالث. المركز الرابع ومن تتقدم إليه مبشرة تركي بن تويم بن تركي آل حنيتم المري، وننتقل إلى المركز الخامس. ومن تتقدم إلى المركز الخامس في هذه اللحظات، أحد الشعارات المتقدمات أو النداء لحكمة، من غيرت وخذت المركز الرابع. حكمة تعود ملكيتها لمبارك بن أحمد بن خزاع العامري. هذه النتيجة متابعين الأعزاء، ونعود إلى التغيير، إلى التغيير على مقدمة الشوط. برزة علي بن محمد بن علي بن محمد العجمي، هذه برزة اللي مبرزة نفسها في هذا الشوط ومبرزة روحها في هذا الشوط، وتتقدم تقدم ممتاز. برزة برزة برزة، يا سلام على تقدم برزة الممتاز وبدون أي تعليمات ولا حتى شبه أوامر، لا أوامر ولا شبه أوامر. 1500 متر وغيه على المركز الثاني غدير بن حميد بن عذعيد الراشدي على المركز الثاني. المركز الثالث هنا الوصول والتقدم متابعينا الاعزاء من قبل حكمه لمبارك بن احمد بن خزع العامري، وعلى المركز الرابع الوصول 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 من جمره زايد بن مطر بن ضابط الدوسري ممثل الخريب وابناء الخريب، يتسلل شعاره الى المركز الثالث. المركز الرابع هنا شعار بن خزع. المركز الخامس ايها الاعزاء على خامس المراكز غير سالم بن صالح بالزمات على المركز الخامس، صالح بن سالم بالزمات المري يقدم لنا غير في هذا الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، وما زالت برزة، ما زالت برزة على صدارة الشوط. برزة وغية، برزة وغية، شعار الراشدي وشعار العجمي على المركزين الأول والثاني، وأبحرنا متابعينا الأعزاء في الكيلو متر الأخير و800 متر الأخيرة، والتغيير بدأ مع هذا الكيلو متر المثير. غية تنطلق لتتصدر المنطلقات، وأبناء الخريب قادمين يتحركون على صعيد المركز الثاني. شعار الدكتور بن مطر، الله، زايد بن مطر بن ضابط الدوسري، شعاره أيضا يهدد المركز الأول، يرفع راية التهديد، ولكن غية 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 متابعين الأعزاء وشعار الراشدي، ولكن الخطورة يا راعي غية، الخطورة من جمرة، جمرة ولعت الشوط، ولعت الشوط جمرة، وغية غية غية، وجمرة ما زالت تحاول، ما زالت تحاول محاولات جادة وحقيقية
حقيقية مع شعار بو مطر، ولكن غية وشعار بن عبد العزيز، بن عبد العزيز ما زال على صدارة الشوط. المئتين متر الأخيرة يبدو بأن هذا الشوط يتجه إلى غية وإلى شعار غية وإلى مالك غية. اغدير بن حميد بن عبد العزيز الراشدي، سلام يا الراشدي، سلام سلام يا غية سلام. إذن تختطف مشاهدينا الأعزاء ناموس الشوط، تهانينا والناموس الحميد بن الحميد لغدير بن حميد بن عدعيد الراشدي على فوز غية بهذا الشوت. المركز الثاني جمرة لزايد بن مطر بن ضابط الدوسري، المركز الثالث ولع علي بن محمد بن علي العجمي، المركز الرابع متابعينا الأعزاء كان الوصول من غير لسالم بن صالح بالزمات المري، المركز الخامس المركز الخامس براقة لعلي بن عبد الهادي بن علي آل بريس المري. إذن تهانينا والناموس لمالك غية غدير بن حميد بن عدعيد الراشدي من انتزعت المركز الأول واختطفت ناموس الشوط رغم الضغوط اللي شهدناها من بكرة بمطر من جمرة وغية، ولكن غية هي من استطاعت أن تختطف ناموس الشوط. 6 دقائق 21 ثانية، 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحميد لغدير بن حميد بن عدعيد الراشدي. المركز الثاني جمرة، توقيتها 6 دقائق 22 ثانية، 55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لممثل الخريب زايد بن مطر بن ضابط الدوسري، وتهانينا الدكتور عبد الله. المركز الثالث المركز الثالث كان الوصول من برزة وتوقيتها 6 دقائق 26 ثانية، 22 جزء من الثانية. تهانينا العلي بن محمد بن علي العجمي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.